بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم تنفيذ 85% من مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية، أما في الجيزة فتم تنفيذ قرعة إلكترونية لتسكين 369 محل وباكية في سوق العياط الحضاري. كمان في مطروح تم تدشين قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي، وفي سوهاج تم استقبال أكثر من 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان أكدت مديرية الطرق والنقل إن العمل بيتم على قدم وساق لمشروعات الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي اللي بيصل إجمالي أطولها 50 كيلومتر وباعتمادات 131.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تجاوزت 85%، وبيتم العمل بكافة المدن والمراكز لاستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزي الجديد بتكلفة 296.5 مليون جنيه، وبتشمل 4 طوابق وسور ونظم رقابة، وده في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة. في الجيزة أكدت المحافظة إجراء القرعة الإلكترونية لتسكين 369 وحدة باكيات ومحلات بسوق مدينة العياط الحضاري الجديد اللي أنشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة، في إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية استجابة لمطالب مواطني العياط. في مطروح أكدت المحافظة أنه هيتم الدفع بقافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي اليوم الاثنين، وبتتضمن العديد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المرضى. في سوهاج أعلنت المحافظة أنه تم تلقي أكثر من 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء تقدم بها المواطنين بسوهاج منذ بدء تلقي طلبات التصالح والعمل بالقانون الجديد، مع استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة. في الدقهلية أعلنت المحافظة تنفيذ أعمال ممشى السنبلاوين الجديد على ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها وتجميلها بمدينة السنبلاوين، وبتبلغ تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون قيمة 30 مليون جنيه تقريباً. في قنا أكدت المحافظة أنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل تم تمويل 2144 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي مبلغ 102,044,108 جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.